تدين وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة لامو بجمهورية كينيا، واستهدف قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية وكينية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتجدد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي بما يكفل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.